معنا على التليفون رجل الأعمال الأستاذ منصور عامر. مساء الخير يا أستاذ منصور. أهلا، مساء الخير عمرو بيه، إزي حضرتك؟ أستاذ منصور، حضرتك تبرعت أو أعلنت تبرعك لإنشاء جامعة بنفس مساحة جامعة القاهرة، لو نعرف تفاصيل أكتر، ليه بالذات تبرعك راح إلى هذا الاتجاه؟ هو حضرتك طبعا إحنا أول حاجة لازم نحيي مبادرة السيد الرئيس إنها وأعطى قدوة وأعطى مثل جميل جدا لكل الناس، إن هو إزاي يكون التجرد وإزاي يكون الناس تقدم لبلدها أغلى ما عندها، يعني أكثر حاجة يقدروا يقدموها. الحقيقة إحنا لابد إن إحنا نحيي هذا الكلام، وإن إحنا ننهج هذا النهج كلنا، إن مصر محتاجة كتير جدا جدا مننا، ويا مادتنا الحمد لله، وإحنا يعني مدينين لها كلنا أولا وأخيرا، لابد نقدم لها حاجة. إحنا التفكير ان احنا كنا عاوزين نقول ان هناك التبرعات تكون في حاجات اللي فعلا مصر محتاجاها في المرحله اللي جايه دي، ومش بس حساب نقدي يتحط فيه حساب نقديه، لان مش كل الناس معاها نقديه تقدر تحطها النهارده، انما في ناس تقدر تساهم بحاجات كثيره جدا. احنا حاسين باحتياج مصر لجامعات جديده، الدوله ما عندهاش جامعات جديده بنتها بقى سنوات كثيره جدا جدا. سيادة الرئيس أوضح في برنامجه أن هناك توسعات في القاهرة تصل حتى خليج السويس، وبالتالي في نطاق عمراني كبير جدا جدا. فإحنا قلنا نبني تاني جامعة القاهرة بس فرع القاهرة، إنه لو لاحظنا أن جامعة القاهرة موجودة في الجيزة أصلا مش في القاهرة، فلابد أن فكرنا نبني جامعة القاهرة في القاهرة في المنطقة المخصصة الجديدة اللي بيتوسع فيها محافظة القاهرة تمتد فيها عمرانيا، وبالتالي بندعم البرنامج، بنؤكد ان هناك التوسع ده توسع محمود ومطلوب ويؤدي الغرض، وبالتالي بنثقل الفكرة ان احنا التوسع ده وان في جامعات بحجم جامعه القاهره موجوده هناك. في نفس الوقت احنا حاسين قد ايه الطلبه محتاجين جامعات جديده بفكر جديد بمناهج جديده. فاحنا انا اتصلت بالسيد رئيس جامعه القاهره ونسقت معاه ان شاء الله باذن الله ان احنا نلتقي قريبا. انا في الخارج للاسف، يعني انا بحاول انسق وانا في الخارج. ولكن واضح يا استاذ منصور ان حضرتك يعني فكرت في هذا الاتجاه في وقت سابق على مبادره الرئيس. لا بل احنا انت عارف حضرتك احنا من عام 2008 واحنا اوقفنا ثلث المجموعه عامر لصالح الاعمال الخيريه، فبالتالي احنا جاهزين كنا لهذا، وكنا بنتابع البرنامج بتاع الرئيس، وكنا بنقول لابد ان احنا نكون مشاركين معاه في الحاجه اللي هيعملها، لان الراجل عاوز يعمل حاجه وعاوز يعمل توسعات عمرانيه جيده جدا. فبالتالي انتظرنا المبادره دي، واول ما سمعناها طبعا قلنا خلاص احنا جاهزين على طول ان احنا ننزل نشتغل. وهنا انا حقيقه بطلت الرئيس بان هو ينشئ مؤسسة خيرية، يعني عايزين كيان قانوني يستطيع أن يستقبل أشياء غير نقدية. بمعنى يعني أنا مش عاوز أقصر العمل على رجال الأعمال، فكرة أن أقول رجال الأعمال، رجال الأعمال يعني إيه؟ مش أنا عايز أقول أهل الخير، أي واحد عاوز يساهم بخير، يمكن واحد عنده موتوسيكل قديم مش لازم، واحد عنده قراطين أرض عاوز يقدمها، واحد عاوز عنده شقة قديمة مش لازمها يقدمها البلدي، واحد أي واحد أي حد عاوز يساهم بأي شيء حتى أيا كان صغير حجمه، لابد ان يكون هناك كيان قانوني يستوعب هذا الكلام كله ويطرحها في مزادات، اذا كانت اسهم يبيعها في البورصه بطريقه منظمه عشان يحافظ على سعر السهم ويجيب فلوس منها وهكذا. اشكرك. نخلق كيان ندعم بيه كل هذا الكلام، وندخل نخلي المجتمع كله يشارك ويقدم ويبرز حبه لبلده ويبرز بايه هو معجب بهذه التجربه وعاوز يساهم فيها وعاوز يكون له دور في بناء مصر ويظهر بالشعب المصري بصورته الجميله امام العالم كله. شكرا جزيلا لك رجل الأعمال الأستاذ منصور عامر.